السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم شهوة حليمه كحمان مرحبا بكم معايا في القناه اليوم غادي نحضروا مع بعضنا تحليه رائعه وجديده ايضا يعني نتمنى تعجبكم وهي تحليه ديال الجزر ولا مهلبيه ديال الجزر يعني نديروها هكا في رمضان ان شاء الله في السحور نمشيو للمقادير وطريقه التحضير بسم الله بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا هنا عندي الجزر بعد ما قشرته وهنا عندي تقريبا ثلاثة كيسان ديال العصير الليمون هنا عندي العصير الاحمر يعني اللي عندكم يعني العادي هنا عندي جوج معالق ديال النشا وهنا عندي كاس السكر يعني مقادير بساط كتشوفوا يعني غير اربع مكونات كناخذوا الجزر بعد ما كيف شفتوه يعني راه مقشر غنقطعو هكا يعني كيف ما قطعتو يعني مربعات ولا حتى دوائر وكنوضعوه في طنجره يكون فيها غير هاد الماء اللي كتشوفوا غادي نوضعوه في البوطه يطيب يعني يتسلق هاد الجزر كنديرو فيه لا لا ملح لا والو حتى غنديرو حلو وغنتسناو عليه حتى ينشف عليه الماء تماما يعني غير واحد الماء قليل اللي غيبقى فيه كيف غادي تلاحظوا انا غادي نوضعو في البوطه حتى يتسلق هنا بعد ما تسلق ليا خيزو وبقى شويه الماء يعني حتى نشف الماء تماما غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغنوضع الجزر ديالي وكذلك غادي نوضح حتى الليمون يعني عصير الليمون البرتقال يعني انا عندي هذا الاحمر حتى كيجي رائع كيكون محمض و كان متوفر الاخر يعني استعملوه يعني في كل الحالتين كيجي رائع هذه تحلية كتجي رائع رائعه يعني انا يعني جربتها بنفسي و كنظن ان يعني ما بقيت حتى شي حد ما يعني اللي ما استعمل هاد هاد الطريقه يعني مهلبيه ديال الجزر وكيف كتلاحظوا آه انا وضعت كاس ديال السكر آه كيف شفتوا تطحن هنايا الكل في الخلاط الكهربائي كيف العاده وكنحصلوا على هاد الخليط كيكون شويه يعني آه الجزر راه يعني كي القوام ديالو كيكون شويه ثقيل آه داكشي علاش باش كتجينا يعني التحليه رائعه ومفيده ايضا وصحيه هكا كيف سبق لي رمضان غادي نضيف جوج معالق كبار عامرين بومبي ديال النشا وكان مزيان بالنسبه للجزر كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد كنطحنوه باش ملي نديرو النشا من يعني ما يتكور لينا ما والو نتوما كتعرفوا بان النشا خاصو يتحرك في العناصر خاصها تكون بارده وكيف كتشوفوا هنا كنخلط بالفوي هكا مزيان حتى ما يبقى لي حتى شي كتل ومن بعد غنوضعها فوق النار يعني تعقاد بحال الشكل ديال المهلبيه تماما انا غادي نضيف كاضافه غنضيف هذا ال ديال الحامض يعني نكهه الحامض كتعطيها غزال والا كان عندكم تنكهة ديال الليمون حتى يعني الاضافه كتبقى لكم ولا حتى قشور ديال الحامض حتى هما راه كيعطيو المذاق غزال هنا كيف كتشوفوا كنحرك مزيان وغادي نوضعهم فوق البوطه حتى يعني يعقاد ونحصلوا على الكثافه اللي بغينا يعني طريقه سهله وبسيطه وكتوجد يعني كتقدوها هكا في واحد الساعه ولا ساعتين وقد يعني كتدخلوها للثلاجه كيوجد غير ساعه باش كيوجد صافي هنا بعد ما وضعتها فوق البوطه شعل عليها بوطه متوسطه وكنبقى نحرك يعني ما كنغفلش عليها كنبقى نحرك حتى نحصل على القوام اللي بغيت كيف كتشوفوا غنتسنى عليها وضروري نتحرك وهنا كيف لاحظتوا ان حصلنا على الكثافه اللي بغينا يعني حتى كيبقى يعني طلعوا دوك البويقات يعني كيبقى يطبخ صافي ونطفي عليها وكيف كتشوفوا المنظر ديالو كيجي رائع وما نقولش لكم على المذاق يعني طريقه سهله وكيف سبق لي ذكرت جديده غادي نطفي عليها في دابا النار وهنا وضعت هاد الكؤوس بالنسبه للكؤوس اللي اللي متوفر عندكم انا غير ك يعني كاختيار انا درت هادو طوال وهادو قصار آه سمحوا لي هنايا يعني ما كيبانش مزيان آه ملي كنصب الخليط ديالي ولكن غادي نبين لكم الكثافه ديال آه هاد التحليه يعني غير باشياء بسيطه كن نقدر نديروا حوايج لداد وفي نفس الوقت المنظر ديالهم كيكون رائع وعطي العين وجدوهم الضياف ولما لا كيف كتشوفوا هنايا الكثافه ديالو يعني ما يكون قاصح بزاف يكون مع القياس يعني تبعوا المقادير باش تنجح لكم بالنسبه لهذه التحليه انا جربتها من قبل وحطيتها في بعض الجروبات وعجباتهم وجربوها ولقات الاستحسان وداكشي علاش فكرت انني نشاركها معكم في هذا الفيديو يعني لي لا نتوما تحضروها في البيوت ديالكم وكيف قلت يعني حتى في رمضان آه ان شاء الله هكا ديروا هكا تحليه بارده صافي هنا آه وضعتها في الكؤوس يعني نحاول انني يعني ندير غير ال... ندير, ال... ندير, ال... ندير الكميه كلها وانا كنفرقها على الكؤوس ديالي كيف كتشوفوا هالكمية الكميه خرجت لي هاد الكؤوس يعني لا باس بها بالنسبه اللي بغى يعني يضاعف الكميه ضروري ما يضعف المقادير هنا كيف كتشوفوا غادي نزينها باشياء بسيطه وهي غادي ندير عندي انايا هنا عندي الكوك انايا كنديرو في النكهه ديال البيستاج وكنخليه حتى يتحمر غير هكا في الفرن غير على نار مهيله ولا كنديرو في الشمس باش كياخذ ديك اللون وفي نفس الوقت كينشف كي صافي كنستعملو ك كتزين هكا الحلويات ولا تحليات كيجي لذيذ من النكهه ديال الكوك والبيستاج وتزيين كيبقى اختياري هذا كيف كتشوفوا عندي هنايا آه شوكولا يعني حبيبات صغيره جدا حتى غنزين بها كيف قلت تحليه كتبقى عفوا تزين كيبقى راجع لكم باش تزينوا التحليات ديالكم صافي هنا غندخلهم للثلاجه يبردوا واحد الساعه حتى الساعتين يعني وقت ما جبتوهم ديك الساعه راه غتلقاوهم كيف كتشوفوا هنايا في اطباق التقديم كيجيو رائعين لا في المنظر ولا حتى في المذاق صدقوني الا جربتوهم غيجيكم رائعين وعن تجربه يعني جربوهم اخوات ولقات الاستحسان كيف سبق لي ذكرت وبغيت نجربها معكم ولا بغيت نشاركها معكم باش حتى تجربوها وكيف غادي تشوفوا القوام ديالها كيجي رائع ولذيذه لذيذه بزاف يعني وصحيه يعني الجزر راه خضره يعني صحيه الواحد ياكلها للوليدات الوليدات ولا حتى الكبار نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم و الى عجبكم ديروا جيم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله